here is my space. Good morning, good morning. It's obviously my turn to have the camera now. We just arranged ourselves, played with Eunice a little bit, changed his diapers. I went to the bathroom, brushed my teeth, all those things. And now it's 8 something. Eunice is having his morning nap and I'm in the kitchen to prepare the breakfast. I have to say that I'm really enjoying those 30 minutes of the day. Since we are having a baby, I'm not getting a lot of time just for myself. And being in the kitchen here preparing breakfast means so much quality time for me. I'm just relaxing, cutting the apples. It's almost like meditation for me, standing in the kitchen, hearing the birds sing outside, listening to a podcast and preparing breakfast. Yeah, I really like it. We're actually eating the same breakfast every day, really, 7 days a week. It's a kind of muesli mix. I'm putting apples and other fruits if we have, ketan, simsim, poppy seeds, soya yogurt and honey for Muhammad, and some muesli with nuts, and soya milk for me, and I'm adding oats for myself as well. It's just super quick, delicious, convenient, and quite nutritious, I would say. So, let's eat. يا صباح الفل. Day with nuts, huh? يونس يسمع سيرة الفطار اللي لازم يصحى، أو ممكن بسبب صوتي اللي كان عالي، المفاجأة اللي دومينيك عملتها لي دي. يصحى له ساعتين كده ويبقى عايز ينام تاني. هو دلوقتي لو ما نامش كفاية ممكن يعني يقلب علينا، يعمل علينا حملة ويقعد يعيط بقى من غير سبب وبتاع، لأنه عايز ينام تاني. وعشان ينام تاني بيبقى الموضوع صعب شوية، لأنه بيبقى مقريف بقى وبتاع. أبويا بيتصل، روتين صباحي بقى. ألو ألو، ازيك يا حبي؟ ازيك يا ابن الكلب؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الدنيا خربانة. كورونا كورونا؟ الدنيا خربانة. والله ده انا بحس ان القيامة هتقوم. انت بتعمل احتياطاتك في الكورونا ولا بتعمل؟ يا عم انا جايب غسول وحاطط في المكتب غسول، بعت الواد امبارح جاب. وجايب صابون ديتول كده حطه برضه في المكتب. وما بلمس حاجة، حتى دلوقتي فتح الباب الازاز بتاع عمك راضي برجلي. نزل دلوقتي اعمل واحدة مفروض ان هي من الروتينات اليومية بتاعت العيشة في البيت هنا. سلموا على الحاج ده، كنت طلعته فيديو قبل كده، مكتوب هنا respect the chicken. لازم لما انا طالع وانا نازل اسلم عليه احتراما له. اهلا بكم في الكهف. كل ما بنزل هنا بحس ان انا في فيلم رعب. نسيت اجيب حاجة مهمة جدا، المفتاح. البيت ده واحدة من الحاجات المميزة فيه، ممكن تكون عيوبه برضو، ان التدفئة فيه بتتم عن طريق الافران. يعني ما عندهمش نظام تدفئة مركزي او اي نظام تدفئة يعني يشتغل لوحده، لازم انت اللي تكون بتشغله بنفسك. رعب وربنا رعب. والفرن اللي عندنا بقى في الشقة، اللي بيدفي الشقة كلها، المفروض ان هو بيشتغل على حاجة رئيسية جدا، وهي الفحم. الفحم ده بيجي المفروض ان هو بقى بيجي كل شهر، في عربية بتدخله من الشباك اللي ورايا ده. الشباك ده مفتوح على الشارع على طول، يعني العربية بتقف هناك كده ترمي على هنا. يبقى ده منظر الفحم.
بيت قديم جدا يعني، ديت الاسلوب القديم للتدفئه. فالشباك ده بيتفتح وعربيه الفحم بتيجي ترمي الفحم في المخزن ده اللي هو تحت البيت اصلا، زي سراديب. تحس ان هم كانوا بيستخدموا السراديب دي زمان عشان الهروب من الحرب، فلازم كل اسبوع او كل ما يخلص الفحم من عندنا ننزل نجيب من هنا، حسب بقى السقعه يعني، حسب الايام بقى على شكلها عامل ازاي. ساعات الواحد بيحتاج ان هو يجيب مرتين في الاسبوع، ساعات يحتاج ان هو يجيب مره واحده في الاسبوع وما يكترش. انا بقى مش عارف صاحب البيت ده بيجيب الخشب ده منين، بس كل الكلام ده مفروض ان هو انكلودد في سعر البيت اللي هو سعر الايجار نفسه، لان انت بتأجر هنا البيت. معظم البيوت لازم تأجرها بتدفئة، بمصاريف التدفئة بتاعتها يعني. انت حتى لو عندك تدفئة بتشتغل لوحدها يعني، تدفئة سواء غاز بقى سواء كهرباء ما اعرفش ايه، بتبقى لها مصاريف، والمصاريف دي بتبقى ساعات يعني محطوطة في الايجار وساعات مش محطوطة في الايجار، فحسب نوع العقد اللي انت ماضيه مع الراجل شكله عامل ازاي. بلطة. وده بقى اللي مخلي سعر الشقة اللي احنا قاعدين فيها يكون يعني رخيص، لانك بتدي مجهود زيادة، وسعر التدفئة دي اكيد ارخص بكتير من التدفئة لبنت الناس. الخشب ده بقى بيتقطع حتت صغيرة كده وألمه في الكيس اللي معايا ده، وبعد كده هستخدمه في إن أنا أحاول أشغل الفرن. طيب أنا الحمد لله عندي هنا شاركولز اللي هو فحم، أنا معرفش الأشكال ديت بتاعت الفحم قبل كده يعني، أول مرة أشوفها هنا، بس ممكن تكون يعني بتساعد على الاشتعال وبتحفظ نفسها جامد جدا. وده الخشب اللي بنحطه تحت الفحم عشان يولع في الفحم، وده الفرن بتاعنا. فرن مش احسن حاجة ومش اكبر حاجة، بس بيقوم بالمهمة، بس بيبقى محتاج فحم كتير جدا. ساعات لما ببقى مش قادر بقى انزل اجيب فحم والكلام ده كله، اشغل الوحش ده بيعمل احلى شغل، بيدفي الاوضة بشكل كامل بسرعة جدا، جبار. معرفش مفيش حاجات عندنا زي ديت في مصر ليه، بس زي ما انتوا شايفين كده جو خرافي في اوروبا اليومين دولت. الشهر ده بداية بقى الربيع، امبارح كان أول يوم في الربيع يا جماعة. بصوا الشمس عاملة ازاي دلوقتي، الجو حلو جدا وطافيين كل بقى السخانات اللي موجودة عندنا والدفايات اللي موجودة عندنا، وعايشين على كده. عشان كده ما بحتاجش ان انا اجيب بقى فحم كتير ولا خشب كتير. انا النهاردة اصلا رحت اجيب خشب عشان اوريهولكم في الفيديو. روح بقى يا كورونا بقى روح. وحان وقت الغداء. دومينيك طبخت لنا اكل عالمي والله، تبص عليه كده تقول اكل مطاعم. شايفين ديت مش فراخ يا جماعه، دي فيجن فراخ. المانيا هنا مظبطه النباتيين بشكل رهيب جدا. So what did you cook Dominique for us today? Not mashy rice, vegetable curry with peas and leeks and carrot and yeah tofu stripes. شكرا يا دومينيك. دومينيك مظبطانا الصراحة. لابسين دلوقتي بقى وخارجين واخدين يونس نطلع بره نشم شوية هوا، لازم لازم مينفعش. الفيل جاهز؟ الفيل ريدي يا زلمة؟ ريدي تو سليب، ريدي تو هاف ا ناب. Before we go we have to do some daily duties. And this is our very innovative German trash system. We have, like, we are separating plastic, paper, organic trash, and other trash. الأصفر للبلاستيك، والأسمر الحاجات اللي هي مش بلاستيك ومش كرتون ومش عضوي. And this is organic. That's very cool. عشان بعد كده توفر مجهود، بدل ما تقعد بقى تجيب عمالة تفرز الحاجات دي من بعضها ويبقى في الآخر برضو ما تستفادش بيها، فرزها من البيوت من الأول يعني، وفي الآخر هتطلع لك حاجة تقدر تستثمر فيها كمان وتطلع منها فلوس. ألمانيا أكتر بلد مستوردة للزبالة في العالم. دي كده الجنان الخلفية بتاعت البيت بتاعنا، وهنا صناديق الزبالة.
شهر الربيع دخلت يا جماعه، شايفين الكلام ده ما كانش موجود من شهر ونص كده لما صورنا الفلوج بتاع المدينه، كانت الدنيا ناشفه خالص. دلوقتي الخضره طلعت في كل مكان. ان انت تقعد في البيت مش معناه ان انت ما تشمش هوا، ان انت تقعد في البيت معناه ان انت ما تتجمعش مع ناس تانية. البيوت والأسوار الصغيرة ديت عبارة عن جناين صغيرة، الناس اللي هي عايشة في الشقق وما عندهاش أي إمكانية إنها تبقى عندها أكسس لجناين، ممكن يأجروا جنينة من ديت ويزرعوا بقى فيها أي حاجة هم عايزينها، ويبقى ده المنفذ بتاعهم في المدينة. يعني يبقى عندك جنينة حتى لو أنت عايش في شقة جوه المدينة، فاهمين؟ دلوقتي بقى لقينا لنا مكان كويس كده قعدنا فيه انا ودومينيك، بعيد تماما عن الناس عشان ما نشجعش اي موضوع من موضوع الاجتماعات ده. احنا اصلا ما لناش حد نقابله في المدينه ديت، لا لسه عملنا اصحاب ولا لسه عملنا كوميونيتي، وكورونا جت كلفتتنا. المكان ده زي وادي كده زي ما احنا شايفين، ونزلنا تحت. دلوقتي دومينيك عندها مهمة انها تطلع يونس فوق. يلا show me how strong you are. يلا عاش عاش يا وحش. خلاص هيرك you cannot do it alone. No I can. No you will. Yeah, it was just dramatic for the video. احساس عظيم ان الواحد يخرج بره البيت. الناس ما تعرفوش اصلا ان انا بقالي حوالي يعني اكتر من اسبوعين كمان من ساعه ما رجعت مصر ما طلعتش من البيت خالص، لان يعني كنت عامل لنفسي كده حجر صحي، قلت يعني ان انا ممكن اكون لقط فيروس وانا جاي في المطار في حته هنا بتاع. من الواجب الانساني بتاعي ان انا اقعد في البيت، وان احنا كلنا نقعد في البيت ما نروحش في اي حته لمده 15 يوم، نشوف بقى يطلع علينا اعراض ولا لا. وفعلا الواحد جاله شويه برد وبتاع مش عارف ايه، بس كان يعني حاجه هبله كده يعني، ما كانش في اي حاجه يعني، الحمد لله وتشفينا وتعافينا وكله كان 100 100. يعني على فكره مهم جدا ان انتوا تفتحوا الشبابيك بتاعه البيوت. اول ما جيت طبعا غسلت ايديا، بيقول لك عشان تعرف 20 ثانيه لازم تغني اغنيه هابي بيرثداي مرتين. حاولوا تكتبوا كده غسل الايدين بطريقه صحيحه على اليوتيوب، هيطلع لكم كده فيديو. يعني انا شفت فيديو من كام يوم غسيل الايدين، يعني في حتت ما بتوصلهاش مجرد ما بتغسل ايدك كده على طول وخلاص. يعني مثلا زي الحتت اللي فوق ديت لازم تغسلهم بطريقه معينه عشان تغسل ايدك بجد، يعني ان هو كل حاجه منها تنزل. What is the struggle of your life now? I'm getting super dry hands from washing them all the time. This is the struggle of my life. I know it's not big. Do you have tips for the people? Not yet. I'm using oil. Cream, I don't know. Yeah. It's not successful yet, unfortunately. تعالوا بقى اخدكم كده تور في الاستوديو بتاعي اللي انتوا شفتوه في الفيديو اللي فات. السرير هنا اهو، ويونس نايم هنا اهو. وده الاستوديو اللي انا بصور عليه، وده الشباك اللي بيبقى ورايا، بحب الشباك ده جدا. هنا يونس بيبقى قاعد معايا معظم الوقت. لما بتبقى دومينيك بتطبخ او تعمل حاجه يعني مشغوله وبتاع، بيبقى هو قاعد هنا. ده اللابتوب بيشتغل هنا الفيديوهات الفترة اللي فاتت مكفي على البتاع. وده اللايتس اللي انا اشتريتهم الفترة الأخيرة. كان في حد يعني ساعدنا على باتريون وبعت لنا يعني دفعة محترمة، اشتريت بيهم اللايتس ديت والإضاءة ديت عشان نحسن من جودة الفيديوهات وكلام من ده. زي ما قلت لكم يعني الفلوس اللي بتيجي على باتريون بتروح بس على تطوير المعدات وتطوير التصوير عندنا، يعني عشان ننقل لكم اكسبيرينس أكتر، خاصة إن هو شغفنا وكده. فشكرا جدا للشخص اللي اشترى لي اللايتس ديت، فرقوا معايا جدا 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 وهيطوروا كمان في المستقبل. الساعة 9:30 وانا حاسس دلوقتي ان الساعة مثلا ممكن تكون 12، بس كل ده بسبب ان
احنا الفترة دي متعودين ان احنا نصحى بدري وننام بدري على نوم يونس. We don't want to wake him up again. كده هيكون فيديو النهاردة خلص، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب و تصبح على خير. نو سلام. نو 2020 2020 I will fit to the million.